قبلي قالوا لسالي ما أنا محال. كاميرا مخفية انت تديرها لنا شحال عسيت روحي أنا ديما وشحال من درت النية درت هذية وردوا بالكم وردوا بالكم. السلام عليكم حبايب انكم تشوفينا على سلامتكم، مرحبا بكم، صحه فطوركم صحه شربتكم، ربي يتقبل صيام والقيام ان شاء الله. شحال صعيبه لما الزوجه تكتشف ان الزوج تاعها كان مزوج زواج عرفي. في حلقه اليوم الضيف ديالنا المتواطئ تاعنا بياسير جاب الزوجه تاعو على اساس انه معروض لحصه اجتماعيه، ولكن في البلاطو الزوجه تاعو راح تكتشف حكايه خطيره جدا. جينجل نعدلو لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم ملاقات خير، حصتكم اللي تاتيكم كل خميس على قناتكم المفضله البلا تي في. ملاقات خير حصه ننسيو نديروا فيها الخير، لاقيو بين الحباب بين الغايب والحاضر، لاقيو بين الناس اللي منسيين، حصتنا تاع خير. اليوم عندنا قصه خاصه، قصه اللي تعاود تردنا للقديم الباسي. بون ما نطولش عليكم ونستقبلوا اول ضيوف تاعنا حسين وخيرة. زيتونا عندكم قصة بداتكم في 2014 صح؟ من أواخر سنة 2013 اكزاكتومون عرفت محمد. محمد كان يخدم معايا. تقدر تزيد في الصوت تاعك؟ معليش يعني شوية تراك جامي دخلت هكذا في حصة هكذا. قلت لك عرفته أواخر 2013 كان يخدم معايا في شركة تاع إديسيون دو ليفر سي زعما تاع شغل سوارة بلا ما نسيتي هيا ولا شغل صديقي كما نقولوا ولا صاحبي بروش ليا هكذا ندخلوا للدار شغل منين داك يجي يسقهوى معايا في الدار كذا سمح ولا كي خوك ولا كي خويا هكذا. انا كنت وسيط مع دارنا دوك جيتي اوبليجي باش نضمن في السيد هذا محمد اللي كانوا يعرفوه والدي انا بابا ربي يرحمه قالوا له ضمن لي فيه باسكو شغل جيتي اوبليجي باش نمدوها له شغل زواج كيما نقولوا بالفتحه زواج عرفي. حسين دوك المشكل الزواج كان بالفتحه. محمد راهو معانا اليوم او هنايا راهو معانا اليوم الحصه تاعنا بالنيه على الملاقات. انت اشرح له السيتياسيون شوفوا كيف يكون الحال. جيبو نستقبلوا تحت تصفيقاتكم الاخ محمد. تفضل محمد. مرحبا بك. صباك ملاح؟ لا لا باس الحمد لله. بيان محمد؟ لا باس. اللي جانا؟ لا بير خادم. بير خادم. صافا محمد بيان والله غير لاباس. ستريسي؟ لا عم ستريسي شويه الحمد لله. محمد الحصه تاعنا تعرف ببي الكونسيبت تاعها؟ يعني ما زال ما على باليش. يعني كاين شخص عرض لك الحصه تاعنا؟ ايه. انت ما خممتش شكون؟ ما على باليش. بالك اون ايماج بالك تقدر تعرف. غادي يجي واش ايماج؟ ابعثوا لنا. هذا انت نورمال نورمال هو التصويره فاش تفكرك؟ ايه هادي نسيناها حكايه نسيناها حكايه كيما تنساها هادي نسيناها. معليش حنا اليوم راهم معنا خيره وحسين وحبوا يشوفوا. فضلوا خيره وحسين. والله الحمد لله. او جا معليش معليش او جا محمد واش تعرف بلا سيتياسيون ما نكرش تعال باللي سي فري كيما قلت انت تعرف عليك كان صديقك ومن بعد تزوج بالاخت تاعك ابري دوك هو قال لك باللي لي ماريي ديجا لا سيتياسيون تاعو راهي شويه كومبلكس باسكو شنو؟ راهو مزوج هو تاني تزوج من قبل. اها
در هو يعتبر بالك غلطة، مي بالك جو بونس بلي محمد هو ناوي يسد من الغلطة تاعو. ما يسدهاش. مرتو مدام تفضلي تفضلي معنا مدام وما كابتن مدام مدام تفضلي معنا مزوجة علاش مدام تفضلي معنا دوك نسيبو لها الله يستك تفضلي معنا هذا سيد انا ما بيش بلا مزوج كيف انت تحط عندك اختك بلا ما تسقسي عليك انا بس انا درت فيها ثقه انا درت فيها ثقه ما ديرش ثقه هذا كان هذا كان صاحبي كان يخدم معايا كنت صاحبك دوك كان صاحبي يخدم معايا كنت صاحبك هذا يا محمد هذا خدم معايا في لاكور زادت في 2004 هذا خدم معايا في لاكور في 98 معليش مدام انا واش راني حاضر وليدي راجل معليش اسمح لي خويا حسين اسمح لي معليش اخت خيره سمحي لنا مدام وعام هو اشاك فوا ما يريحش نورمالمون كما تفهمي روحك مدام مدام معليش الاخت خيره دقيقه مدام دوك لا سيتوياسيون هذيك راجلك تزوج حرفيا اسمح لي خويا حسين اسمح لي خويا حسين اسمح لنا فتح يقدر يفسخ الفتحه كيف يفسخ الفتحه قعد معايا عام في دارنا عام وانا ويكو نسمع عن هذه عمي روح ويجي مي يقعد ما نقول لك حاجه طلقني انا وديها مدام سمح لنا حسين سمحنا بس دابا ليه خويا دوك القاوح غير بالعقل القاوح غير ما كان دوكا انسان دوك انا ماشي باش نكري بروبليم ونعاود نحييه وكذا ومن هنايا صرا غلط دوك نلقاو الحال غير بالعقل صرا غلط ما ديش فارا خويا في الجي مدام ما رحت ايا مدام سمحوا لنا ليميسيون انا نقولها لك ماما انا خالتي عندي وانا زعما حنا سهلنا حل اعطينا حل الحل نسناو راكي تجيبو الدوايا ان شاء الله راني مسلك راني عشره معاه راني عشره معاه هاني راه كنمر والفت معاه المر والحلو معليش مدام يا خويا راني عشت في الميزيريه وشنو هو عشت في التمرميد في البلاد كنت عايشه في البلاد خلينا من الحكايه تاعكم كنا دوك نلقاو انا دوك عطيني بروبوزيسيون لقى الحل ما لقى الحل دوك عطينا سوليسيون عطينا انت الحل عطينا سوليسيون نعطيك سوليسيون ما تعرفش كيفاش الصبر يا معليش نشوفوا وين رايحه حابه تروح الصبر عطينا سوليسيون تقدر تعيش مع الزوجه انا مش قاعده معايا مدام ما كناش نستنى منه هاد لا رياكسيون هادي يجي معايا للدار غدوه ان شاء الله صباح ندي الطفله يعقد عليها ومن بعد يحب يطلقها 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 هذه حاجه بانها يعقد عليها ومن بعد يطلقها معليش شوفي باش ما تضيعش حياتك هذه لا غلطه معليش ما تخافش هذه مخاوي خاوي يحكم عليك جي تعيش معاك في الدار وانت تعيش معايا عندي براك يا خويا راني عايش مدام سمحي لي بصح ايماجيني هات لا بنت هات لا مدام سمحي لي ايماجين هات لا بنتك اسكت قبلها يا ما نقبلها مانيش نورمال شكون نورمال موك كيما هذا تقول لي نورمال صح باش انا نقول لك انا يطلقني باش يتزوج بها راني عشره معاه انا وليدي قريب نزوجو خاص في با خويا لا دوك لا دوك انت تقبلها دوك انت تقبلها ما نقبلهاش انا واش نقول لك الحل هذايا باش ما تضيعش حياتها يتزوج بها يعقد عليها بصح ما يعيش معاها لا لا عيش معايا مدام عيش معايا باش يعيش معايا عيش معايا ما يعيش ولا مقابل هو هذيك اللي لا لا بالسيف عليه بالسيف بلا شوف طايمة شوف انايا ما فهمتش انايا واش عجبو فيا سي نورمال كي تشوف غير تعرفي شنو هي تما انا شادية هذا والله غير تولي اون كونتيني شنو شادية تحبيها كاكانكا ما نعرفش معي كاكانكا علاش ما نعرفش معي كاكانكا علاش شنو شادية تحبيها كاكانكا
انا اليوم انا عرضونا عرضونا كي راهي تقرا في اليد الاخر تاع المراقبه ديالك. انا واش ديسيديت اليوم؟ عرضونا باش نجيو انا قال لنا تاع ذاك المرسول حصه جيت انا ما باليش كاع واش كاين. خلاص معليش انا راني وقفت في هذا المقفر قلبي راه هكا انا واش راني طالب؟ ما كنتش نستنى كاين وحده لو كان تجي تلقى ميسيون كيما هذيك تقبل تقبل وحده انت معك حلا هنا خطينا انا جيت ندي حق خلاص هذه قلت لك غلطه انت ديسيدي شوف ماشي غلطه هذه ماشي غلطه هذه ماشي غلطه شوف انا درت معك ماشي غلطه عطيك بروبوزيسيون عقد عليها هذه تعيش معايا هذه معايا وتعيش معايا الوليد يوقف في الكوزينه يا خاوتي نشبيك ونعيش تعيش معايا هو وحدو انا اللي نصرف عليهم انا اللي نصرف في الدار انا اللي نعيش في الدار هذه ولا هذه أنا نعيش في الدار أنا يا جي تجي تعيش عندي ما نعيش عندي مرضى مش خيري هادي ولا هادي أنا مانيش أنا ماشي أنا اللي درتها باش أنا ندق الخير مانيش خيري يا هادي يا هادي والله العظيم لعبة أنت خيري يا هادي يا هادي كيما قالوا لك ماشي لعبة هادي ماشي لعبة أخو مبروك عليك ربحتي مادام درنا كاميرا كاش قول لهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم فطوركم وصحة رمضانكم وردوا بالكم سبيقة أخرى اليوم شحال قبلي قالوا لسالي ما أنا محال كاميرا مخفية انت تديرها لنا شحال عسيت روحي أنا ديما وشحال مين درت النية درتها بيا